يلا قول حاجة اسم ديالك لالا. ديجا مصور نعم لالا. يلكن هو حمدان عندي لكن هي اسميتك حمدان. حمدان خديجة. واخا لالا ممكن قولي لنا شنو وقع مع هاد السيدة هذا اللي يديلك الأرض ديالك؟ هاد السيدة سيدي با كان مازال حي، هادي 17 عام ولا راه كلشي في الورق. جابة كان عمهم مازال حي حتى هو، جابة فرق لولادهم وهو مازال حي، عطى الخويا الاخر حقهم وهما عطاهم حقهم. هما 4 ديال الدراري، واحد كان مازال صغير. شرينا منين جاو شراهم باعوه منا، باعوه لنا بطارونس كان غير ربي، باعوه لنا شريناهم من عندهم. عندك شي ورقه على القطار؟ عندنا كاين حمدان دريس، حمدان عبد الخالق، حمدان منصور خلاه باه ثانية عليه مو فاطمة بالرايح هي اللي ثانية عليه. نعم لالا. سنينها شريناها من عندهم ب4 المليون ونص. نعم. منين جينا حتى لهذا العام خدموا معانا، حرتوا معانا، زرعوا معانا الزيتون، داروا معانا كل شيء، هما معانا. من الموتور ديال الحرت كنا شادينو، عندنا ما عندناش البيت فين نحشيوه، كان هو تيتسنى الموتور ديال الحرت. الى لهذا العام منين جينا مشى هذا يدار المحرات، مشى حرت الجنان، قال له مالك جنان ما عندكش، الا مشيتو تدخلتو هنا راني غنقتلكم. دابا هاد السيد كيهز عليكم شي موس ولا اش كيدير لكم؟ ما كنوصلولوش، كان غير الله، غير فمو. فمو ما كيهز لا موس لا والو. لا لا كاين غير الله، ما تيهز. واش كيدير هو هاد السيد في العمل ديالو؟ انا ما نقدرش نقول لك، انا الله هو اللي تيعلم. لا واش كيتاجر؟ انا بعيده منه. حيت دابا انا سمعت شي شهود كيقولوا بانه كيتاجر في المخدرات. انا في فرنسا هذه اكثر من 40 عام وانا في فرنسا، ولاني راك تتعرض الناس والدوار كيقول لك عاد تيدير المخدرات، والله هو اللي تيعلم. انا بعدا ما شفتش. نتوما دابا كتمشيو للبلاد كيجري عليكم؟ ما مشيتلهاش، ما وليتلهاش. منين جد الزيتون صيفطت خواتاتي، وتا الناس اللي مشاو معاهم نكرو ما بغاوش يشهدوا معانا، مشاو يقلعوا الزيتون، قلعوا نهار ونص. نعم. خرج فيهم قال لهم واش تديروا؟ قال له لولو تنقلعوا الزيتون. قال لهم شكون اللي صيفطكم؟ واش مولاه ولا مولاتو؟ قالوا له خواتاتي صيفطنا مولاه ومولاتو. قال له الله يرحم لك الوالدين واسمح لي. قال لها الله ينعل الرب دمها والرب دباها. والله مشات جات لهنا تنحشي فيها مدرة، ما وليتش شقيت، مشيت. كاين شي شهود على لا درتي الشهود على هادشي؟ كاين الشهود اللي كانوا يخدموا معانا، كاين الراجل اللي كان تيصاوب لنا البونضة. نعم. كاين الراجل اللي كان تيسود لنا على الدير. نعم. كاين الراجل اللي من نهار شريناها وهو خدام في وسطها، خدام قابلها الى لهذا العام هذا، من يسمع هذا الصداع هو اللي ما قابلنيش. نعم انا غندوزو الزوج ديالك نقولو شنو كتقول هادشي في هادشي هذا اللي كتقول هاد الزوجة ديالك؟ شنو كتقول في هادشي؟ واش غنبوز السؤال ولا لا؟ لا قول شنو كاين، شنو كتشوف، وشنو واش كتعرض شي ظلم من طرف هذا الراجل هذا المشتكي به؟ من طرف الراجل هذا 17 عام وهو اللي تحلي الزريبه، وين تنزربها بالفلوس، هو 17 عام هو اللي تحلي الزريبه، وعاد علينا في التليفون، عيط علينا في التليفون، صونا عندي في الدار تحت. الو قلت له انا حمدان دريس. و قلت له شنو بغيت لك؟ طلع عندي معاك شي حساب. طلع عندي عندك معاك شي حساب. طلع عندي للدار. قلت له هود لعندي. قال له لا ما نهودش. لا ما نهودش. دقيت عليه في دارو، قال لي جنان ماشي ديالك، جنان ماشي ديالك. قلت له جنان ماشي ديالك. قال لي قلت له غنمشي للجدارمية. قال لك سير فين ما بغيتش. قلت له غادي نمشي عند وكيل الملك. قال لك سير فين ما بغيتش. دابا هاد السير كيتعدى عليكم بالقوة. ايه القوة. وكيهددكم في التليفونات ديالكم. ايه في التليفون ما عيطنا غير ديك المرة باش قال لك عندو الدار. ما وليتش. دابا الشكاية ديالكم عند دارك.
الجدار 100 ديال بن سوده باش يطلع لكم عند الوكيل الملك باقا ما طلعتش وما فيها وعند ديال عين السمن مشينا لهم حتى هما ما كاينش ديال البوليس وديال الولايات اللي في بن سوده اللي داروها جديده حتى هي مشينا لها ما كاينش. اذا دابا نتوما كتطلبوا من باغي حقكم بغينا حقنا الجنان الجنان في نقص قطاع. نتوما من الجاليه ديال فرنسا عشتو في فرنسا لا شحال عشتو في فرنسا؟ ها شي 40 عام وقيله شي 40 عام هنا تما قطار ونص شاريه من عنده ونص قطار من عنده خويا واحد اخر دابا عزتها اللي شرينا من عنده خويا الاخر قال كلشي ديالو. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.